إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. إذا ما سألنا عن أخطر أسماك المحيط، فسنسمع تقريبا إجابة واحدة، وهي القرش الأبيض العظيم. هذا العملاق القاتل الذي يجوب البحار والمحيطات بحثا عن الإنسان، وإذا ما صادف أحد البشر غير المحظوظين فإنه ينقض عليه بلا رحمة، كما يحدث في الأفلام الأمريكية. لكن يبدو أن هذه الصورة الشائعة غير صحيحة، وتحتاج إلى إعادة نظر. وما قد يفاجئك أنه في الواقع الحقيقي وليس السينمائي العكس تماماً هو الصحيح، فالبشر هم من يجوبون هذا الكوكب بحثاً عن هذه الكائنات. وما إن يصادف أحد أسماك القرش سيئة الحظ، فإنهم ينقضون عليها بلا رحمة ويسببون لها موتاً مؤلماً. ورغم أننا سنتحدث في هذا الفيديو عن أعداء القرش الأبيض من كائنات المحيط، إلا أن البشر هم ألد أعداء هذا الوحش، وهم التهديد الأبرز لوجوده. كيف لا ونحن نقتل 100 مليون سمكة قرش كل عام؟ هذه إبادة في مقابل 10 هجمات قاتلة من القرش الأبيض على البشر سنوياً. وأغلب هذه الهجمات تحدث إذا ما شعر القرش بالتهديد، أو ببساطة بدافع الفضول، أو حتى خطأ في تحديد الفريسة التي ربما يتشابه شكلها مع ملابس سباحين أو راكبي الأمواج. أياً كان السبب، فما يمكن تأكيده هو أن البشر ليسوا في الواقع على قائمة طعام القروش. وعلى الرغم من صعوبة تصديق ذلك، إلا أن القرش الأبيض العظيم الذي يعتبر مفترس القمة في المحيط لديه العديد من الأعداء الطبيعيين، وهذا الوحش الأسطوري يتعرض للعديد من الهجمات القاتلة من عمالقة المحيط الآخرين. لكن من لديه الجرأة على مطاردة القرش الأبيض العظيم؟ تابع هذا الفيديو لنتعرف على 5 وحوش بحرية قادرة على قتل هذا العملاق. في عام 2017 جرفت الأمواج 5 جثث لأسماك قرش أبيض عملاقة نحو شواطئ مقاطعة ويسترن كيب في جنوب إفريقيا. الغريب أنه تم إزالة كبد هذه القروش بشكل متعمد وترك بقية الجثة. في هذا المحيط الشاسع لن يستطيع القيام بهذا الفعل الرهيب سوى كائن واحد، الأوركا، أو كما يحب أن يسميه البعض الحوت القاتل. هذا العملاق الذي ينتمي إلى عائلة الدلافين ويزن أكثر من 3 أطنان ويسبح بسرعة قد تزيد عن 50 كيلومترا في الساعة، هو المفترس الأعلى في المحيط. ما لم يكن هناك بقايا من الميغالودون مخبأة في مكان في الأعماق، وأي حيوان بحري جسده غني بالدهون فهو فريسة محتملة للحيتان القاتلة. ورغم تفوق القرش الأبيض العظيم على الأوركا بامتلاكه فكاً قوياً يمكنه العض بقوة هائلة تزيد عن 4000 رطل لكل بوصة مربعة، إلا أن الحوت القاتل أسرع وأضخم، كما أنه أكثر ذكاءً ويتمتع بقدر كبير من الحماية، لأنه يهاجم في مجموعات عبر هجمات منسقة وتكتيكات صيد غاية في الذكاء والدقة. وبالتالي فإن معظم أسماك القرش بما في ذلك الأبيض العظيم أذكياء بما يكفي للابتعاد عن الأوركا، وإذا ما رأى أحد هذه القروش حيتان الأوركا فإنه يهرب فورا من المنطقة ولا يعود إلا بعد شهور. ما قد تفعله هذه الحيتان القاتلة بالقرش الأبيض العظيم قد يصيبك بالصدمة والذهول، حيث تطارده الأوركا في مجموعات ويضيقون عليه الخناق إلى أن يتم محاصرته. وإذا لم يستطع القرش الهرب إلى الأعماق فإنه سيتلقى ضربات قوية وسريعة من عدة جهات، وما إن يشعر بالتعب حتى يقوم الأوركا بتثبيت القرش وقلبه على ظهره، ثم يتم إبقاؤه على هذا الوضع عدة دقائق، وأثناء ذلك سيصاب القرش بالشلل التام
ولن يكون قادرا على الحركة أو التنفس. ثم تتقدم حيتان الأوركا بهدوء لتهاجم القرش من أسفل البطن بهدف الوصول إلى الكبد الذي ربما يمثل ربع وزن جسده، كما أنه يعد مصدرا غنيا للغاية من الدهون والسعرات الحرارية. تتناول حيتان الأوركا كبد القرش الشهي ثم تترك بقية الجثة. لا شك في أن القرش الأبيض العظيم لديه سمعة مخيفة في المحيط، كما أنه قوي ولديه ذكاء لا بأس به، لكنه ينحني أمام حيتان الأوركا، فهم قادرون على قتله بفضل ذكائهم وبنيتهم الاجتماعية القوية. العملاق الثاني في قائمتنا هو حوت العنبر، وهو بلا شك غني عن التعريف، فهو أحد أشهر الحيتان على الإطلاق، وهو الأضخم من بين الحيتان المسننة. هذه الحيتان ذكية للغاية، وتمتلك أسناناً صلبة وقوية، كما أنها تمتاز بأجسام ضخمة للغاية، إذ يمكن أن يزيد وزنها عن 40 طناً، وتنمو لطول قد يزيد عن 20 متراً، ويمكن اعتبار هذا الضخم أكبر أكلات اللحوم في المحيط، إذ أنه يتغذى على أنواع عديدة من الأسماك، كالأخطبوط والحبار العملاق، الذي يزيد طوله عن 13 متراً، ويزن أكثر من 0.5 طن، لكن لكي يحظى حوت العنبر بهذه الوجبة الدسمة، يجبر على الغوص لأعماق كبيرة. ورغم أن أغلب الحيتان تمتلك حلقاً أصغر من أن يبتلع سمكة قرش، لكن حوت العنبر يعد استثناءً في هذا الأمر، ومن المعروف أنه يهاجم ويأكل القروش الضخمة بما في ذلك القرش الأبيض العظيم. وهناك العديد من الأدلة التي تثبت ذلك، حيث تم العثور على العديد من أسماك القرش البيضاء الكبيرة في معدة هذه الحيتان. لذلك فإن شبكة غذاء هذا العملاق معقدة، فحتى الحيوانات المفترسة البحرية التي يتم اعتبارها على قمة السلسلة الغذائية بما في ذلك القروش، يمكن أن تكون فريسة لحوت العنبر في كثير من الأحيان. نأتي الآن لوحش آخر قد يستغرب البعض وجوده في هذه القائمة، وهو تمساح المياه المالحة. لكن هل يمكن أن يلتقي القرش الأبيض العظيم بهذا التمساح العملاق؟ لا شك في ذلك، فالقرش الأبيض يتواجد في كل بحار ومحيطات العالم تقريباً، بما في ذلك سواحل غرب أستراليا وجنوب آسيا، حيث يتواجد تمساح المياه المالحة. لذلك فالمواجهة بينهما أمر متوقع. هذه التماسيح هي رعب المياه، كما أنها أكبر الزواحف الحية على الأرض، وتمثل كابوساً حقيقياً لأي كائن قد يقترب منها. وعندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي لها، فهي ليست انتقائية، وستلتهم أي شيء تصادفه، بما في ذلك الغزلان والخنازير والجاموس وحتى أسماك القرش بأنواعها، بما في ذلك القرش الأبيض العظيم. لكن مهلاً، فقتل القرش الأبيض لن يكون مهمة سهلة. ولسوء الحظ، فإن التمساح ذكي للغاية، كما أنه ماكر وصبور، ولن يهاجم إلا إذا شعر بالتفوق. لذلك فإن التمساح يميل إلى الابتعاد عن القرش الأبيض إذا صادفه في المياه المفتوحة، حيث يمكن للأخير التفوق عليه بسهولة. لكن إن تمكن التمساح الماكر من استدراج القرش إلى المياه الضحلة، فعندها سينقلب النزال لصالح الزاحف العملاق ذي الجلد المدرع السميك مقابل القرش الأبيض ذي الجلد الرقيق والضعيف. وإذا استطاع التمساح عض القرش بفكه القوي، فيمكن أن يسبب له جروحاً خطيرة للغاية. وعندها يمكن للتمساح سحبه وإغراقه بسهولة. تحدثنا سابقاً عن أكبر أنواع الدلافين وهي الأوركا، لكن ماذا عن بقية الأنواع؟ هل تستطيع الدلافين التي تشاهدها في العروض المائية ونراها تقفز برشاقة فوق سطح الماء التغلب على ملك القروش القرش الأبيض العظيم؟ دولفين واحد يقتل قرشاً أبيض؟ هذا محال، فالقرش الأبيض يزن أكثر من 1000 كيلوغرام، ويمكن أن يمتد بطول يزيد عن 5 أمتار. ومع هذا الاختلاف الرهيب في الحجم، محال أن يتمكن دولفين واحد من التغلب على هذا الوحش.
لكن الأمر يختلف إذا هاجمت الدلافين بأعداد كبيرة. عندها يمكن لهذه الكائنات الذكية قتل القرش بسهولة. ونظرا لأن الدلافين أسرع بكثير وأكثر رشاقة، فإن القرش سيواجه صعوبة في مجاراتها أثناء القتال، وغالبا ما سيموت القرش بعد وقت قصير بسبب النزيف الحاد أو الاختناق. ولن يستطيع القرش الأبيض الهرب، لأن هذه الدلافين رشيقة وتسبح بسرعات عالية للغاية. هذا سلوك عدواني للغاية يتناقض مع الصورة المرحة للدلافين، لكن هذه هي الحقيقة. فالدلافين رغم أنها يمكن أن تظهر على أنها كائنات لطيفة تسبح وتلعب مع الأطفال، إلا أنها في المحيط غالباً ما تكون مخيفة وشديدة العدوانية وحتى متعطشة للدماء، لدرجة تجعل الجميع يخشاها ويهرب فوراً عند رؤيتها، بما في ذلك أسماك القرش. ورغم هذا إلا أنها لا تصطاد القروش كغذاء، فأغلب هذه الهجمات إما دفاعاً عن النفس أو لإثارة الخوف والفزع في هذه القروش ومنع أي تهديدات محتملة. من سيفوز في معركة بين ذبابة وفيل؟ سؤال غبي، أليس كذلك؟ الأمر نفسه عندما يتعلق الأمر بمعركة بين الحوت الأزرق والقرش الأبيض، فالأخير صغير جداً إذا ما تمت مقارنته بالحوت الأزرق الذي ليس له مثيل في الضخامة والقوة، وهو أضخم كائن عاش على الأرض. صدق أو لا تصدق، تم تقدير وزن بعض الحيتان الزرقاء البالغة بأكثر من 170 طناً، وتم تأكيد وجود بعض الحيتان التي وصل طولها لأكثر من 30 متراً. ورغم ذلك فالحوت الأزرق يتغذى على القشريات والأسماك الصغيرة فقط، وعلى عكس أسماك القرش لا تمتلك الحيتان الزرقاء أي أسنان. هذه الثدييات العملاقة تعيش حياتها بسلام تام، ولا يوجد أي كائن حي بخلاف البشر قادر على إيذائهم. ببساطة هذه الحيتان لا تقاتل لأنها أكبر من أن تجد عدواً لها. وما قد يحدث عندما يرى القرش الأبيض العظيم أحد الحيتان الزرقاء هو أن يبتعد بحكمة قبل أن يفاجئه الحوت بضربة قاتلة من ذيله العملاق.